في الوقت ذاته أجرى ترامب محادثات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين في دول أخرى، من بينهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لبحث الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وإدراج العراقيين ضمن الجنسيات السبع الممنوعة من السفر للولايات المتحدة. كما أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، أبلغه أن إدارته ستحترم سياسة الصين الواحدة، فيما تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اتصالا من ترامب لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية والاقتصادية. أستاذ مصباح، يعني منذ تولي ترامب الرئاسة ونحن نرى اشتعال الخلاف داخليا وخارجيا، هل سيتراجع أو يتراجع ترامب عن سياسته الخارجية؟ هو كانت فرنسا 24 عامله حوار مع علي اكبر ولايتي اللي كان وزير خارجيه ايران ومستشار يعني للمرشد، فبيقول لك والله تمام ده استاذ التناقض، يعني بيقول الحاجه وعكسها وكله بيمشي يعني. لكن اللي لفت نظري الحقيقه انه يعني يبدو لي ان حد في الاطراف قويه جدا في الاداره الامريكيه وفي الشركات الامريكيه نبهته ان علاقتنا بالصين اكثر تعقيدا مما تظن، لانه احنا حتى نفسنا كمصريين ما يعرفوش كتير، يقول لك اه ده الصين بتصدر لامريكا كذا وعندها فائض في الميزان التجاري، لكن كميه الفلوس اللي بتحولها الشركات الامريكيه اللي بتشتغل في الصين الى الولايات المتحده ضخمه جدا الارباح اللي بتاخدها، لانه اه معظم الصادرات الصينيه اصلا جايه من شركات مشتركه او امريكيه قح موجوده في الصين. عشان كده قال ان هو بياكد على فكره مبدا الصين الواحد، ودي نقطه اساسيه في اقامه اي علاقه طيبه مع الصينيين. ايضا يمكن حتى التجديد اللي هو عامله مع ايران انا ظني انه لن يستمر طويلا، وانما هدفه تحقيق مكاسب سياسيه، منه ياخد من السعوديه 20 ومنه يجبر ايران على يعني انها تترك للولايات المتحده بعض المكاسب في العراق التي هيمن عليها الايرانيون، لانه بيعتبر ان احنا اللي شقينا وتعبنا بقى في العراق، ما يصحش ايران تاخد الكحكه لوحدها. ففي كل الحالات يعني وترامب راجل متقلب، لكن دايما حتى خلف تقلباته سيظل يقبع فكره بزنس مان الذي يريد تحقيق مكاسب طوال الوقت لبلده او للاداره بتاعته. أقرأ